السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسا كتنظم مباراة يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 على الساعة 10 صباحا، مباراة التوظيف في الدرجة الأولى سلم 10 واللي فيها جوج ديال الأطر، أطر هيئة الممرضين وتقنيين الصحة يعني ديزانفيرمي اي تكنيسيان سونتي اللي غادي نشوفوا الآن التفاصيل ديالها. كل شيء التفاصيل غتشوفهم إخواني، شروط وطريقة الترشيح والوثائق المطلوبة، لأن إخواني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجموعة من المديريات الجهوية عندها خصص كبير وكتطلب واحد المجموعة كبيرة من يعني من المناصب اللي كتقدر المناصب ب 2700 وجوه ديال المناصب في مجموعة من المديريات الجهوية. ولا غادي نبارطاجي معكم هاد الكونكورات كلهم يعني هاد المباريات كلهم اللي ديجا بارطاجيت معكم فاس مكناس، والان غادي نبارطاجي معكم ديال جهه سوس مسا، وغنبارطاجي معكم ديال قلميم وادنون وكذلك الدار البيضاء سطات، مراكش اسفي، طنجه، تطوان، الحسيمه، الرباط، سهل، القنيطره، بني ملال، الخنيفره، والجهه الشرقيه وجده. يعني هادو كلهم غنبارطاجي معكم اخواني، كل نهار غندير لكم فيديو على هاد المباريات والطريقه ديال الترشيح والوثائق اللي هي مطلوبه. اذا اليوم غادي نبارطاجي معكم ديال مدينه اولا ديال جهه سوس مسا اللي هي المركز ديالها اكادير. اذا اخواني المناصب اللي مطلوبه في هذه الجهه هذه مطلوبين 252 منصب اللي هما موزعين حسب التخصصات المطلوبه اللي غادي نشوفوها الان في هذا الجدول. كتشوفوا اخواني هذا هو الجدول اللي فيه توزيع عدد المناصب المفتوحه حسب التخصصات المطلوبه بالنسبه للمباراه التوظيف ممرضين وتقنيين الصحه من الدرجه الاولى سلم 10 بجهه سوس مسا واللي فيهم 252 منصب كيف غنشوفوا الان. اذا فيهم اخواني الاطر ديال المروضين، كاين نفساني حركي اللي طالبين فيهم 4، مقوم البصر طالبين فيهم 2، مصحح النطق طالبين فيهم 2، الترويض الطبي مطالبين فيهم 4، واضع أجهزة الاستبدال الأعضاء وطالبين فيهم 4، الترويض بالعمل طالبين فيهم 2. إذا هذا هو إطار المروضين. وبالنسبة لإطار القابلات طالبين 20 قابلة، وبالنسبة لإطار تقني الصحة طالبين فيهم إخواني الأشعة 3، المختبر 10، الصحة البيئية 2، صيانة المعدات البيوطبية طالبين فيهم 2، والإحصائيات الصحية طالبين فيهم 7، ومحاضر في الصيدلة طالبين فيهم 2. إذا هادو بالنسبة لإطار التقني الصحة يعني لتكنيسيان سونتي. بالنسبة لزانفيرمي يعني إطار الممرضين طالبين هنا في ممرض في علاج الموالد والأطفال 10، ممرض في صحة الأسرة والصحة الجماعية 18، طالبين هنا ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة 15، طالبين هنا الممرض في التخدير والإنعاش 8، وممرض متعدد التخصصات طالبين فيهم 135، وبالنسبة للمساعد الاجتماعي طالبين فيهم 2. إذا في المجموع كاين 252. إذا الآن غادي نمروا الشروط وطريقة ديال الترشيح لهذا المباراة. بالنسبة إخواني الشروط لهذه المباراة هذه، الشروط اللي هي مطلوبة في يعني طالبين الأشخاص اللي هم عندهم جنسية مغربية، يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويكونوا الناس حاصلين على دبروم الإجازة المسلم من قبل أحد المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، أو يكون عندك دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه طبية المسلمة من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي اللي هما تابعين لوزارة الصحة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها. إذا اللي ما عندكش الإجازة يعني لما عندكش إجازة يعني دبلوم الإجازة المسلم من قبل أحد المعاهد العليا، يقدر أنك يكون عندك دبلوم يعني دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية، أو يكون عندك إحدى الشهادات أو الدبلومات اللي هي كتعادل هذه التخصصات. يعني ثلاثة ديال الاختيارات اللي عندك، إما الإجازة أو الدبلوم من يعني دبلوم الدولة، أو لا يكون عندك إحدى الشهادات أو لا الدبلومات المعادلة لها. يعني هادشي اللي كاين فيه بالنسبة للشروط. بالنسبة هنا للاختبارات، هنا كاين اختبار واحد اللي هو اختبار كتابي اللي غادي يكون فيه ساعتان والمعامل ديالو ثلاثة. وبالنسبة إخواني لطريقة ديال التسجيل في الموقع والترشيح لهذه المباراة هذه، كيتعين على مترشحين ومترشحات تعبئة ديال بيانات المعلومات الخاصة بالمباراة اللي هي كاينة في موقع الخاص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية www.santé.gouv.mn. غادي نوريكم إخواني الشرح ديالو والطريقة ديالو كيفاش غادي نترشحوا ليه، وهذا الشيء كلشي في أجل أقصاه 26 شتنبر 2022، هذا هو آخر أجل باش ترشحوا وتملؤوا هذا الاستمارة. بالنسبة إخواني لملف الترشيح اللي خصكم توجدوه قبل ما ترشحوا لهذه المباراة هذه، أول شيء غتجيبوا نسخة الأصل ديبلوم في
التخصص المطلوب كما هو مشار، اما انكم دبلوماتي من دبلوم اجازه او دبلوم يعني من طرف يعني معاهد خاصه بالدوله او دبلوم او شهاده اللي هي كتعادل هذا التخصصات اللي غادي ترشحوا لها. اذا بالنسبه للمترشحين اللي هم متوفرين على دبلومات غير مسلمه من طرف المعاهد العليا والمهن التمريض وتقنيات الصحه ومعاهد تاهيل الاطر في الميدان الصحي التابع لوزاره الصحه، يجب ان يتقدموا بنسخه مشهود بمطابقتها للاصل. اذا الناس اللي ما خداوش دبلومات من طرف المعاهد العليا اللي هي تابعه لوزاره الصحه، يمكن لك انك تجيب او يمكن لك انك تجيب واحد النسخه اللي هي مشهود بمطابقتها، تكون ليكيفالونس ديال هذا الدبلوم مصحوبه بواحد النسخه القرار المعادله باش تعزز هذا الدبلوم ديالك باش ترشح لهذ المباراه هذه. وكذلك النسخه الاصل بطاقه التعريف الوطنيه وشهاده التسجيل في لوائح الاشخاص في وضعيه اعاقه. بالنسبه للاشخاص اللي في وضعيه اعاقه خصهم يجيبوا واحد الشهاده ديال التسجيل اللي كتثبت الصفه هذه، وبلا ذلك اخواني نسخه مشهود بمطابقتها الاصل، شهاده كتثبت الصفه ديال انك مقاوم او مكفول امه او عسكري قديم او محارب قديم. اذا هادو هاد الصفات كلهم خصك تجيب واحد النسخه اللي كتطابق هاد الصفه ديالك. وبالنسبه للموظفين اللي هما الموظفين ومستخدمي المراكز الاستشفائيه الجامعيه، خصهم يجيبوا الترخيص لاجتياز هاد المباراه هذه وكتسلم من طرف الادارات المشغله. بالنسبه اخواني الناس اليوم غيتقبلوا هذه المباراه هذه باش يجتازوا الاختبار الكتابي، بالنسبه للوائح ديال المقبولين غادي تنشر في الموقع الخاص بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه سونتي .gov.ma، وكتعتبر اخواني هذه اللوائح بمثابه استدعاء لاجتياز هذه المباريات هذو. اذا اخواني بعد ما اننا تعرفنا على الشروط والوثائق والتخصصات، دابا جاء الدور ديال الطريقه كيفاش غادي نبوستوليو لهذا المباراه هذه. اذا اول شيء اخواني نخليكم هذا الرابط في صندوق الوصف، هذا هو الرابط ولا الموقع الخاص بوزاره الصحه يعني لا ديريكسيون دي غوسوس اومان الخاص بوزاره الصحه. هنا عندنا يعني الكونكور ديال ليزانفيرمي اي تيكنيسيان دو سونتي، ليزانفيرمي اي تيكنيسيان دو سونتي. اول شيء غنديروا اخواني غندخلوا لهذا بوستولي، يعني هذه هي البلاصه اللي غادي نحطوا فيها الترشيح ديالنا، غنضغطوا عليها البوستولي بهذا الشكل هذا، يعني المعلومات ديالنا نحطوها كما هي، يعني ما خصهاش تكون ناقصه باي يعني تكون مضبوطه 100%. اذا اول شيء هنايا غنختاروا سيفيليتي، يعني مسيو ولا مدام، مسيو ولا مدموزيل، نختاروا على حسب الشخص اللي غادي يدفع، اما ذكور ولا اناث بطبيعه الحال بهذا الشكل هذا. اذا هنا نحطوا فيه يعني نمره لاكارتاسيون ديالنا، هنا نحطوا فيه الاسم ديالنا، وهنا نحطوا فيه يعني البرينو ديالنا، هنا بطبيعه الحال نحطوا فيه لونو ديالنا باللغه العربيه، وهنا الاسم الشخصي باللغه العربيه، وهنا نحطوا فيه لادات نيسونس ديالنا. هنا نبداو بلوجور يعني النهار على سبيل المثال، وغادي يعني نحترموا الشروط ديال العمر، يعني من 18 سنه حتى 45 سنه، يعني ما خصهاش نتعداوها فهذيك التاريخ ديال المباراة. إذا هنا نحطوا لا دات نيسونس ديالنا على سبيل المثال، هنا نحطوا هنايا لو جور هنا، ونحطوا هنايا يعني نحطوا الشهر، وهنا نحطوا السنة. بالنسبة لهنا نحطوا لو ليو دو نيسونس، هنا مكان الإزدياد، في هذا المكان نحطوا لادريس ديالنا، لادريس ديالنا اللي هو ساكنين فيه. بالنسبة لهذا المكان نحطوا المدينة فاش ساكنين، هنا بالنسبة هنا نحطوا الجيميل ديالنا، وفي هذا المكان هنا بالنسبة لهذوك الصفات اللي وريتكم في الأول ديال الفيديو، أونسيان ميليتير ولا أونديكاب ولا هنا بيبيل دو لا ناسيون ولا فونكسيونير، يعني أي صفة عندك في الصفات كدير وي. عندك مثلا أونسيان ميليتير يعني دوك المحاربين القدماء كيديروا هنا وي، هنايا أونديكاب الناس اللي هما المعاقين كيحطوا هنا وي، الى كنتي في يعني المحاربين القدماء ولا بصفه مكفول امه كدير وي. هنا في فونكسيونير الى كنتي موظف كدير وي، الى كنتي عادي ما عندك حتى شي صفه من الصفات كتخليو هادو نو نو نو. مزيان هنا كتبان لنا اخواني السونتر دو كونكور، هذا الكونكور خاص بسوس ماسا، غنضغطوا اخواني نقلبوا على سوس ماسا اللي كتكون هنايا، نضغطوا عليها بالطريقه هذه، وغادي نجيو لا سبيسياليتي اللي شفنا في الجدول. اذا هادو لي سبيسياليتي كاملين شفناهم في هذاك الجدول في الاول ديال الفيديو. هما لي سبيسياليتي اخواني، هادو هما لي سبيسياليتي، كل سبيسياليتي والاطار اللي في هاد لي سبيسياليتي والعدد ديال المناصب، انتم غتشوفوا على حسب كل منصب وكل سبيسياليتي اللي غادي تختاروا في هذا الاختيار ديال هنايا. الاختيار هنايا كتشوفوا اخواني مساعد اجتماعي، ممرض في علاج موالد الاطفال، ممرض في صحه الاسره والصحه الجماعيه، ممرض في العلاجات، ممرض في التخدير، ممرض متعدد التخصصات، ممرض في العمل، الترويض الطبي، مصفف اللطف، وهنا كل شيء محضر في الصيدله، وهنا القابله، وهنا تقني في المختص في المختبر، وكل شيء هنايا في هذا المكان. كيف شفنا في هذه البلاصه هذه غتشوفوا هذه البلاصه هذه، ونفس نفسهم راه كاينين هنا في لي سبيسياليتي ولا التخصصات هنايا. ما تختاروا تخصص واحد من التخصصات اللي عندك في الدبلوم، ما تختارش التخصص اللي عندك في الدبلوم، تختار التخصص ديالك في الدبلوم، لان الدبلوم غادي يطلبوا لك في الاخر ديال هذا التسجيل غنقوموا برفع الدبلوم ديالنا. اذا غنديروا هنايا بالنسبه مثلا على سبيل المثال نديروا هنايا تقني او لا نديروا مساعد اجتماعي على سبيل المثال بالطريقه هذه، وفي هذه البلاصه هذه غنكتبوا مثلا
مثلا على سبيل المثال بالنسبه لهنا يا اخواني كتشوفوا لي الدبلوم فين خديتو، واش ديبلوم بوبليك او لا اترونجي او لا اوتر، على حسابكم نتوما يعني اش ديبلوم عندكم. انا عندي ديبلوم بوبليك، عندك هذا ديبلوم اترونجي راه دوت لا اترونجي بهذه الطريقه هذه، وغتكتب هنايا الدوله فاش خديتي الدبلوم، وغتدير هنايا النيميرو ديال البلتان اوفيسيال، يعني البلتان ديالك راه كيكون فيها واحد النيميرو كتكتب هذاك النيميرو. انا غندير بوبليك، هنا غدير لا دات ديال الدبلوم ديالك امتى خديتي. مثلا انا خديت الدبلوم مثلا ديالي 1/12 مثلا 2016 على سبيل المثال، وملي غادي نسالي من المعلومات ديالنا كلها غنضغطوا على سويفون. باش اذا في هذه المرحله اخواني عندنا هنايا جوج ديال الوثائق غادي نقوموا برفعها في هذا المرحله الثانيه، اللي هي الوثيقه الاولى الدبلوم ديالنا، الوثيقه الثانيه لا كارت ناسيونال اللي هي فيها واجهه وحده ريكتو فيرسو، يعني الظهر ديال لا كارت ناسيونال والوجه ديال لا كارت ناسيونال نقوموا بسكان ديالها ونحطوها في ورقه وحده اللي هي على شكل بي دي اف، وغادي نملؤها او لا غادي نحطوها في هذا المكان بهذه الطريقه هذه. اذا اخواني اول شيء غنديرو غادي نقومو ب يعني تحميل الدبلوم ديالنا، نضغطو على شوازير انتيشي بالطريقه ونشوفو لي الدبلوم هو هذا، نضغطو عليه اوفغير. وثاني شيء اخواني غادي نقومو بتحميل الوثيقه الثانيه اللي هي لاكارت ناسيونال، نقومو بالضغط على شوازير انتيشي ونحطو لاكارت ناسيونال ديالنا بالطريقه هذه ونديرو اوفغير ونضغطو على تيليشارجي لي فيشي. كيف كتشوف هنا لي فيشي سون تيليشارجي افيك سوكسي، اذا الطريقه ديال التسجيل مرت يعني بنجاح. اذا هذه هي الطريقه اخواني باش تسجلوا في هذا الكونكور اللي خاص بسوس ماسا واللي فيه دي زانفيرمي وفيه لي تكنيسيان سونتي. اخواني اتينا الى نهايه هذه الحلقه هذه ديال اليوم ولا الاعلان ديال اليوم، واخر اجل اخواني باش ترشحوا لهذا المباراه هذه هي 26/9/2022، والمباراه غتكون ان شاء الله صباحا بالمركز الخاص بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه اللي غيكون فيها المركز باكادير. اذا الى هنا اخواني كتنتهي هذه الحلقه هذه، غنحط لكم الروابط في صندوق الوصف. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.